الدكتور احمد كده قال هيكفوا هم هيغطوا الناس حضرتك بعد ما كانوا 65 الف اللي هو اللي هو في حلايب وشلاتين الطفل اللي هناك اللي من حق وزير الصحه يودي له العلبه لحد باب بيته موجود هناك مركز هناك. اللي في القريه اللي في النجع هناك حضرتك هيركب مواصلات عقبال ما يوصل ولا الصيدليه اللي جنب بيته لا ممكن لا لازم نهي زي ما اتقال كده لازم نهين اللي محتاج الدعم حضرتك لا يا فندم لا حضرتك لا انت ما انتش بهدلت اللي كان حضرتك المفروض تنزل تعليماتك الجايد لاينز قبل ما ابدا يا جماعه بعد اذن حضرتك الاعلام استاذ حضرتك وصلت المشكله الثانيه يا دكتور اللي مقيم في القاهره وهو مولود في المحافظات